اطفال العديد من الاقتراحات. غادي نبداو بكلاص مناسب مع هذا الجو الحار. صباح الخير سناء. صباح الخير سناء. كيف صبحتي؟ الحمد لله. كلشي على خير؟ العائله ديالك لقيتيها؟ كلشي على خير؟ العائله ديالي يعني عندها في الحمد لله. سلمي عليهم بزاف، بلغي لهم السلام، وخاصه الاخ ديالك عثمان المستمع الوفي لجميع البرامج ديالنا. شكرا. المهم غادي نبدا معاك بواحد الكلاص المهم ديال المحلات بلا ما نذكر غير هو فهمتي من احسن الناس يديروه في الدار. المهم فيه 6 البيضات، واخا قلنا نبداو بكلاص 6 ديال البيضات وفيه علبه ديال هذاك الحليب ماشي المحلى ما عرفتش كيف نقول لك. المهم هذاك الحليب في العلبه الزرق، الحليب العادي الزرق اي الزرق في العلبه بحال الحليب محلى كيكون مسوس. وحده علبه ديال حليب مركز محلى، واحد باكيه ديال كريم شانتي، وكاس ديال السنيده، كاس ديال السنيده، وجوج فاني، وجوج كيسان ديال الحليب، جوج فاني وجوج كيسان ديال الحليب السائل. هادشي كامل خاصو يكون بارد الا داك الكريم شونتي اللي ما كتدخلش الثلاجه. المهم داك الحليب الا سمحتي سناء عافاك الله يخليك نعاودو اكيد المستمعات غادي يكونوا سجلوا معنا هاد الكلاص. بالنسبه قلتي لنا علبه ديال الحليب مركز محلى، وبالنسبه ما كتهضريش على الحليب يعني المسوس اللي غير محلى لا اي هذاك الزرق. واخا اذا غادي نبداو، قلنا غادي نحتاجو في هاد الكلاص 6 ديال البيضات، علبه ديال الحليب مركز محلى، وعلبه ديال الحليب غير محلى مصوص، وعلبه ديال لا كريم شونتي غبره، وكاس ديال السنيده، جوج فاني، وجوج كيسان ديال الحليب سائل. يلا دابا نمشيو للطريقه معاك. الطريقه غادي ناخذو دوك البيض نعزلو الصفر على الابيض ونطربو مزيان داك البيض ديال البيض مع قريصه ديال الملح، نطربو مزيان ونديرو في الثلاجه. من بعد نطربو داك الصفر مع داك السنيده وديك فاني ونديروهم تاهما في الثلاجه ونطربو مزيان هادشي كله بالطراب الكهربائي. نطربو داك الحليب مركز محلى تا هو مزيان بالطراب الكهربائي، نديرو في الثلاجه ونطربو داك الحليب. ملي كنطربوه كيكون بارد بزاف كيضاعف الحجم ديالو. يعني كنطربو الصفر ديال البيض مع السنيده مع الفاني كنطربوهم مزيان، كنطربو كذلك بيض ديال البيض مع شويه الملح وندخلو الثلاجه. ياك كناخدو داك الحليب مركز محلى كنطلعوه مزيان، والحليب داك المسوس غير محلى هو كنطربوه حتى هو مزيان خاصو يكون بارد، كنطربوه مزيان كيضاعف الحجم ديالو. ومن بعد كنديروه حتى هو كنديروه في الثلاجه، كناخذوا ديك الكريم شونتي كنخلطوها مع داك الحليب وكنطربوها مزيان كتطلع كنديروهم في الثلاجه. من بعد كناخذوا داكشي اللي كامل اللي حضرنا من قبل كنديروه كنكون درنا في الثلاجه. البيض ديال البيض نسيت، لا البيض ديال البيض هو اللي ما كنديروش في الثلاجه هكذاك. كلشي كيدار في الثلاجه يعني لا كريم شونتي طلعنا مع الحليب ندخلوها الثلاجه، الحليب المسوس كنطلعوه مزيان ونطربوه ندخلوا الثلاجه، كذلك الحليب المحلى ياك وهذاك الصفار ديال البيض مع السنيده والفاني حتى هما كنطربوهم. والبيض ديال البيض قلت لك ما كيدارش هذاك في الثلاجه. وفي الاخير كنشدو كنخلطو كل شيء كنخلطوهم مع بعضياتهم وكنشدو واحد المعلقه ديال الخشب كنبداو نخلطو من تحت للفوق باش كتجانس دوك العناصر كامله. ياك الطريقه واضحه؟ هي الطريقه مفهومه دابا. الناس اللي عطات قال عيطوا لي الناس قال لك ما صرتيش مزيان. لا دابا حنا غادي نضبطو الطريقه. المهم كنخلطو مزيان كناخدو تقريبا كنقسمو على اربعه. واحد كندير فيه انا هادشي ديالي وكل واحد اختيار ديالو فعلا. واحد كنديرو فيه الكاكاو داك المر والشكلاط طريفات مقطع، وواحد داك اللي معاه فاني عادي اللي كيكون فاني كنديرو طريفات ديال الزبيب مقطعين، وواحد اخر كناخدو الفريز كنطحنوه كنخلطوه، والاخر كنديروا فيه كيوي مطحون باش كيعطينا الحمر والخضر وقطع ديال الشوكولات وواحد قطع الزبيب وصافي. وكنخلطوهم كنديروه في المجمد والاخر كنقدموه للوليدات بالصحه والراحه. يلا يعطيك الصحه. كيف ما قلتي خصنا غير نكونوا هاد المواد المكونات كلها ندخلوهم الثلاجه حتى يكونوا باردين مزيان باش كتسهل علينا الطريقه ديال الكلاص. خاصو داك الحليب اللي غير محلى كيبغي يكون بارد بزاف. واخا غادي نعطيك خبز ديال الشاورما. ايه طريقه تحضير الخبز ديال الشاورما. فيه نص كيلو ديال الدقيق،
واحد معلقه كبيره ديال السنيده معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز ونص كاس ديال الزيت قبيصه ديال الملح قبيصه ديال الملح واخا نخلطوا هادشي كامل كيبغي يدلك مزيان ونخليوه يخمر في واحد الاناء ولا في المهم شي حاجه من بعد نعملوه كويرات صغار وكنبسطوهم بيدينا بحال المخمار كي كنديروا الطريقه كيف كنحضروا نخليوهم يخمروا واحد تقريبا شي ربع ساعه ولا نص ساعه وكنطيبوهم عادي بحال الطبوط وكنعمروا نعطيك حتى الصلصه ديال الشاورما ديك الصلصه البيضاء يا سمحتي واحد ياغورت مسوس والنعناع شويه عرشه ديال النعناع وشويه ديال الخل وشويه ديال القرفه وبسيبيسه وهذاك قزبر يابس وشويه ديال القرنفل وشويه تاع الزعتر والزعتر والثومه هذا الشيء كيتخلط وكيدار في الخلاط الكهربائي صافي كيدار في الخلاط الكهربائي كيطحن هذه هي الصلصه البيضاء واخا عندي واحد الصلصه اخرى تاهي نيت ديال الشاورما تفضلي ناخذ من عندك ياغورت شويه وجوج دروس ديال الثومه وواحد معلقه كبيره ديال الخل وشويه الملح والبزار فعلا وعندي واحد الصلصه كتجي بنينه بزاف شخصيا هذه اللي كندير بدل المايونيز ديال الياغورت يعني خصوصا الا ضربتي مزيان ياغورت وضفتي ليه الخل كتبغي تضرب مزيان ما كتبقاش ديك الطيبه ديال الياغورت وانما كتجي الصلصه خصوصا الا بقات مع الثومه كتبقى في الثلاجه حتى كتلق مزيان هذيك الثومه كتنسم في هذاك الياغورت فعلا هذه مناسبه حتى الاطفال باش ما نكثروش لهم من هذاك المايونيز كل مره هذه صلصه مناسبه مزيانه الواحد كيعرف شنو كيدير ماشي غير الزنقه كتعرف شنو فيها هذيك الصلصه هي مشكوره اللي ذكرتينا بهاد الاقتراحات تفضلي سناء عندي كيفاش نصاوبوا الشوكولات قرعه هذيك ديال القرعه هي الشوكولاته اختينا فيه تقريبا واحد 7 دراهم ديال داك الشوكولات مربع هذاك اللي كناخذوا النوع داك النوع المزيان ورابعه ديال الزبده واحد حليب مركز محلى ناخذ داك الشوكولاط وندوبوه مع ديك الزبده ونديروه في الخلاط الكهربائي ونضيفوا ليه داك الحليب مركز محلى نخلطوه مزيان ونديروه في كيجي عاقد كيجي عاقد وهذا نقدموه لوليداتنا حتى هو كيف ما قلتي من بين الحوايج اللي نعطيو اطفالنا شي حوايج اللي حنا محضرينهم في البيت ديالنا المهم حاجه ديال الدار ماشي بحال ديال ماشي بحال تاع الزنقه كاينه مثلا عندك شي اقتراحات تفيدي بها الامهات ونوعوا الاطفال لي كريب بالداند والبيشاميل يلا نختموا بها تفضلي واخا لي كريب كيفاش نصوبهم واحد رابع ديال الفوص ثلاثه البيضات جوج معالق كبار ديال الزبده ملحه شويه ديال السكر ونسطرو ديال الحليب بارد ونسطرو ديال الحليب بارد يكون هذاك الدقيق يكون مغربل نديرو في واحد الاناء ونضيفو ليه داك باقي العناصر مع التحريك بالخلاط ولا فهمتي حتى كنحصلو على خليط سائل ديال ليكخيف هذا غير انا عطيتك غير عاودتك الطريقه ونبداو نضيفو داك البيض راه كلشي عارف بيضه من وراه وبيضه صافي وفي الاخر كنضيفو ليه شويه ديال هذيك الزبده جوج معالق كبار ديك الزبده المذابه وخليه تقريبا واحد الساعه قبل ما يطيب هاد ليكخيف هذه العجينه الطريقه ناخذ تقريبا شي 200 غرام 200 غرام ديال الصدر ديال البيبي نكونوا بيتناه في المجمد ولا يكون ضال في المجمد الا ما كانش بيت يكون ونخرجوه ناخذوا ديك الحكاكه نحكو على طول ناخذوا الفرماج فرماج حمر محكوك وصلصه البشاميل وصلصه البشاميل من الاحسن تكون منسمه بالمعدنوس كتجي مزيانه عوض ما تكون عاديه نضيفوا لها شويه المعدنوس من تكون طيب ونديروا معاه شويه ديال المعدنوس مقطع رقيق هذه اللي ما درناش في البشاميل ونخلطوا هادشي هاد الصدر اللي قلت لك ديال لاداند والفرماج نخلطهم بعد صلصه البشاميل هكذاك ندخلهم الثلاجه يتجمع شويه ومن بعد نبداو ناخذوا لي كريب تقريبا شي جوج معالق من هاد الحشوه نعمروا بهم لي كريب من الوسط ونديرهم على شكل مربع
ايه كنديروهم نستوهم على شكل مربع ونلوزوهم في البيض وفي لاشابليه ونقانو يتقلاو ونقدمو بالحراره. كيجونا بحال شي رغيفات هكا كيجونك سنين وفعلا الوليدات غادي يعجبهم هذا الاختيار هكا منوع دائما لي كريب مالحين اما كنبرموهم على الصوص كندخلهم في الفران نوعوا شويه بالنسبه للاطفال ديالنا وبهذه الطريقه هكا مربعين على شكل رغيفات. تبارك الله عليك سناء صافي مشكور على هذه الاقتراحات اللي قدمتي لنا اليوم خاصه بالاطفال. واحد تحيه سناء عافاك ايه المهم تحيه لكاع الناس اللي كيعرفوني كنقول لهم تحيه ليهم والعائله كاملين اللي كيسمعوا لي.